في انه اصلا شعار المهرجان هو سينما من اجل الانسانيه، يعني هو يعني هو شعاره اساسا بيفتح المجال في المشاركات وفي الصناعه. لازم نتخطى على مصراعيها، يعني لازم نتخطى الحاجات على حال. اذا كان هناك بعض الشكوك وبعض الملاحظات بالاشهر الماضيه، انا اعتقد بعد ما تم النجاح الصاعق في مهرجان الجون السينمائي، يعني هذا الامر انتهى نهائيا. يعني انا لاول مره اتعامل مع شيء انه انزل الزمالك عشرات الناس تتسلم علي وقسم لي انا في بعد اذنك نقطه مهمه بس عايز اقولها، عشان ناس كتير بتسال عمالين يقولوا ان شاء الله السنه الجايه يبقى دولي. هو المهرجان دولي من دلوقتي، احنا بس ما قلناش مهرجان الجون السينمائي. هو بيقولوا لك كده فعلا؟ اه في ناس اللي مش فاهم، يعني في ناس بتقول هو امتى هيبقى دولي؟ هو المهرجان دولي من دلوقتي احنا بس